السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ يا رب يكون الجميع بخير. فيديو حكايتنا في مطروح، فيديو رحلة أسرية أنا منزلها للذكرى بصراحة، ولكن حبيت برضو تشاركونا اللحظات ديت. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لنا لايك. تحياتي لحضراتكم، أخوكم سامح الخالقة منورتكم. هتكسر الحصالة؟ اه ليه؟ كده عشان نروح مطروح نركب البنشباط. يلا فلوس عاوزة فلوس كمان صرفوها ليه دلوقتي؟ ماما قال لي المادة بتاع بس يا زياد انت السلام عليكم يا جماعه. انا النهارده انا عاوز اقول لبابا انا عاوز اروح مطروح عشان اعمل عيد ميلادي هناك واركب البيتش باج، وانا كمان عايز اركب البيتش باج ونصرفه من عليك الصرف، وانا كمان عايز اركب طبعا. زي ما حضراتكم فهمتوا من ناحيه عنده حصاله وعايز يعمل عيد ميلاده وعايز يركب البيتش باج، فطبعا توكلنا على الله، خدنا زوبة عربيتنا المتواضعة وتوكلنا على الله رحنا مطروح. أول حاجة رحناها طبعا عجيبة، ولكن للأسف احنا رحنا في أيام نوة، فحصل معانا حاجة غريبة خالص في عجيبة. خليكم معانا يا جماعة. أنا انضحك عليا يعني بعد ما دفعوني 20 جنيه تمن دخول الشط وتمن دخول الهضبة، طلع الشط مقفول. طب بيدخلونا ليه من الأول يا جماعة؟ طبعا احنا بنهزر يعني. هو الحمد لله حصل خير، بس احنا جينا هنا الموج عالي، فهو عشان السيفتي وعشان الامان منعين حد انه ينزل تحت، فكده يعني اول خطه باظت، ولكن ان شاء الله في خطه بديله. خليكم معانا. بالنسبه لي يا جماعه اللي ما راحش عجيبه ما راحش مرسى مطروح، لو هنروح المكان ده دقايق ونمشي بنرتاح فيه. نزول هنا في المنصه ديت عوضه بقى السنه الجايه ان شاء الله. ضحكوا علينا وخدوا مننا الفلوس، خدوا مننا يا جدعان عشان تبارك الامان بتاعنا لما تطيشوا على السكور طالع عليها الميه. تضرب في الممشى ده، المفروض ان هو الممشى ده كده فيه ريسك للمشي وبتاع، يبقى فيه اذى يعني. لكن لو بحر عادي فيه شواطئ بتبقى كده، بس عادي عادي يا عم. الله كريم. صيد ولا صقر ولا اي حاجه في اي حركه كده. نعم يا علي. اه بيعض لو شلوا البتاع دي، هيعض ده ممكن يهبشني كده لو شلوا البتاع دي. نعم كلم يا عم، اتكلم علي بس لو اتكلم. ايوه عايز ايه عادي؟ ايوه بيقول لك بتعض. لا ما بيعضش. اسال يا عم. ماشي انت عايزاه يعضك. عملنا عيد ميلاد متواضع طبعا ليحيى في الشارع، عيد ميلاد جميل خالص، وركبناه البيتش باجي. شوفوا عملنا ايه. يلا بس يا زياد استنى. عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد. ولع العيد ولع. بس يا زياد انت. رش بقى يلا رش.
بتعمل غلط انت، بتعمل غلط انت. ايوه بس يحيى يحيى عيد ميلاد ابو دبوره من شواطئ مطروح. نعمل عيد ميلاد ابو دبوره. يا ابو دبوره يا كابتن، نعم عيد ميلادك. ولادي كل سنه وانت طيب. يلا ادي وشك في بنطة. خلص يا ابني بص لهنا، بص طبعا هنركبه البنش باجي. يلا شفت الناس اللي ورا خافوا ازاي؟ الظريف في الرحلة ان احنا رحنا السيرك واختاروا يحيى عشان يحدم فقرة، كان موضوع فكاهي جدا. طبعا يا جماعة انا كنت رايح الرحلة دي واخد معاه عدة صيد، واخد معاه طعوم سردين وجمبري، وكان نفسي نصطاد، ولكن زي ما قلت لكم ان احنا كنا في ايام نو، للأسف كانت افضل حاجة واكلة في الايام دي دود مشرشر او الديدان عامة. يعني انا ما عرفتش طريقها لان وصفوا لي كم محل كده، بس طبعا ما كانش بيبقى فيه وقت لان انا معايا الاسرة، وفي اماكن كان ينفع نصطاد فيها بس كنت المفروض ان انا ابقى لوحدي، وانا طبعا كان معايا عيلة وما ينفعش نسيبهم ونروح نصطاد، فاضطرينا ان احنا نحاول نصطاد في الاماكن اللي هي ينفع يقعد فيها عيلة، فما كانش فيه نصيب، كنا محتاجين دود. لو كان فيه دود انا متأكد ان انا كنت اخدت سمك. دي نهاية رحلتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم، اخوكم سامح القالقة.